الصورة أبلغ من الخيال، يعني شيء ياهو شبحتو، شيء صورتو وتعالوا خشوا للحياة صوروا، هذا شنو ذنب الناس هذه؟ جايين كمشة مفرخ يضربوا، هنا شنو فيه هنا؟ قولي شنو فيه باش تجي تضرب هنا؟ هنا شنو اللي فيه هنا؟ حياش ناس راه في حياشها مش قادرة تطلع، الناس انضرت، الناس يعلم الله بها، الضيم ينامس ما فيش، الممتلكات ضاعت، سياراتهم، أرزاقهم، الناس يعلم الله، هذا عليه جعوان، هذا جارنا، هذا صاحب مرتب تقاعد هذا يعلم الله كيف بنيه هذا اللي هو ولصغاره. راتب تقاعد 450 كيف بيعوضه ويطلع امس بمعنى يعني كيف نقولوا العرس تمت يطلع السيد دبيبه تمنينا طلع في وقت الضرب قال كلمه طمن الناس. طلع في الاخير دار دوره شبح الاضرار ومشي على حاله هو مش واصل فيه شيء والناس هذه شنو؟ انا عندي معرض سيارات باب مغشير كلها مشالي من بيعوضني؟ من بيعوض؟ نطلع طلعت كيف تمت الحرب طلعت لقيت ماكلتهم جايبين لهم الكسكسي جايبين لهم المبطن جايبين لهم المسير المشروب الميه كله مكدس قدام المعرض على السيارات كلها سيارات تو تعالوا اطلع معي نوريكم الاضرار اللي صارت لي حسبي الله ونعم الوكيل. حوش نحن شموا نار اهواه الحوش اهواه البيج شموا نار لقوا خرس عفاها اخوتي طفوا النار الدولاب مشي الدولاب خشت قذيفه لو ان هم ما شموش النار كانت الدولاب فيه حوايج يعني شو بيصير النار تطلع تخش الحوش كله مطفاه نين يعلم الله كيف هذا السيارات الشارع مدار تفضل دكان ولاد عبد المهيمن حرق دكان تام رزقه يعلم الله به حوش عبيسه المبنى هدايا شوف مبنى جديد الله يبارك كله مشي وفي الاخير امراه راقده توبت رجلها ما قدرش يطلعوها ماتت قتلوها ومرأة حامل علاش هذا شنو هو اللي مديرين المنطقة هذه شنو فيها باهي شنو فيها ضربت جيت معسكرات غادي الله هذا معسكر كسار يكسر بعضه اما باش يجوني هيك هنا ناس حي ناس مسالمة والله ما عندنا واحد في منطقة في جيش ولا في شرطة ولا شيء كل ابراهيم الخليفي عميد بلدية طرابلس شنو ذنبه حوشة امه مشي سيارته هو سيارة جوزته علي جعوان سيارته هو يا سيارة ولده جماعة حوشة كله يعلم الله كيف داره يعني الرجل هذا يعلم الله كيف ابناه الحوش والله بلوك على بلوك ابناه علاش هاي ويطلع بعدين في الليل طلع دار دوره ويضحك يتبسم وشاد يطبط فيهم بو احنا ايش الذنب نحن واحنا ما بيطبطنا احنا تنطبطوا تنشدوا تنطبطوا بعضنا احنا
نعزوا بعضنا احنا، احنا والله نعزوا بعضنا، لنا عزانا احنا عزا واحد، ناس غلبانه، ناس كادحه، ناس يعلم الله بي. انا ما نخدمش في دوله لعمري، من نهار سلطتي تو ما خديتش مرتب من دوله، مدار سيارات نسترزق نبيع فيهم، صاحب عيله نعول، نصبح اليوم سيارات كلها كارثه صارت لي. تعالوا تو معي نوريكم، نصوركم سيارات ايش صار في سياراتي، نمشي اللي ما عاش بالطوله، اللي مرش هنكسر، اللي انضربت، اللي تيته، اللي حسبي الله ونعم الوكيل. شكوى لغير الله مدلة، أما الله غالب واحد اللي في قلبه هذا. والسلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أحد السكان المنطقة، نبي نوجه سؤال للأمم المتحدة. القرار حماية المدنيين في 2011، هل أنتم موجهينها لمعمر القذافي بس ولا للمدنيين؟ وشكرا. باي ممكن تحكي لنا على الواقع امبارح، كيف كانت الظروف، كيف كانت الأحداث؟ يعني مساء أنا عندي ابنيات عصاب معي ذا بالكامل طول الليل وأنا نعاني بيهم، وحاطهم تحت درج لوطه، واليوم صابحين مرضى وشكرا. ممكن تحكي لنا على الخسائر في شارع كمان، الوفيات، على الوفيات؟ والله الوفيات عندي صديقي يقول له سالم عنده جوز توفت من ضربه فتلاقه قاعد تنزف من توفت، وعندي نسيبي حوشه كامل وسيارات ابوه وسياره اخوه، وما عنديش منقول لك مساء، وان شاء الله ربي يهدي.